إذا رجعت من اسكندرية بسرعة يعني. رجعت من اسكندرية. أنا عارف إني اتأخرت. بس إيه ده؟ عشاني؟ ولا عشاني؟ قصدي يعني ما كنتش عايزه. مش مهم، مش مهم تطلع. المهم ترضي. عارفه النهارده احلى ليله بالنسبه لي، ومش هتكمل الا لو انت معايا. خلينا نبدا من النهارده. أكرم أنا بجد ما بقتش فاهمك. ليه بتقولي كده يا بابا؟ خايفة. خايفة. مرات أكرم البدري وتخاف؟ طب تخاف من إيه؟ من نفسي. أنا بقيت أكره ضعفي ليك. بقيت أخاف أقرب لك تاني. بالعكس. ضعفك ده أكتر حاجة مقوياني وأكتر حاجة أنا بحبها. عارفة إن كل الناس بيضعفوا علشان بيخافوا مني؟ بيخافوا من سيطرتي عليهم. بس أنت بقى بتضعفي عشان بتحبيني. بجد يا أكرم؟ بجد يا روح. قدام العيون دي انا ما اعرفش اكدب ابدا. حبيبي يا اكرم. اشتغلت فين قبل كده يا حسن؟ اشتغلت في مينا اسكندريه، بصلح مراكب عبارات، وكمان بفهم كويس قوي في المواتير. كويس كويس. بس لازم تفهم حاجه يا ابو علي. الشغل عندنا هنا مختلف عن شغل المراكب. احنا عندنا هنا أنظمة ومعدات وشيتات عمل خاصة بكل مكنة، لازم تتعلم ازاي تقراها عشان تعرف تصين كويس وفي أقل وقت كمان. لا ما تقلقش، الكلام ده كله درسته في الكلية، بعرف أتعامل معاه كويس قوي. كلية؟ اه. شوف يا حسن، أنا عرفت من باشمهندس يوسف إنك كنت في كلية هندسة وسبتها لظروف معينة. عايز أقول لك على حاجة، أنت هنا هتتعامل مع فنيين، في منهم اللي عادوا بلوم وفي منهم اللي ما معهوش حاجه خالص. نصيحتي ليك يا حسن انك تخلي دراستك بينك وبين نفسك، لانك هتتعب قوي لو اتعاملت بانك في كليه هندسه والكلام ده. فهمني يا حسن؟ فهمت يا باشمهندس، ما تقلقش انا عارف حدودي، وهتلاقيني انا زي اي فني في المصنع. لا مش هو ده اللي انا عايزه. انا عايز منك يا حسن تبقى الاثنين في بعض، الفني والمهندس. شوف يا حسن، عندنا المكنه اللي هنا الفني بخبرته عارف ازاي بتتصلح، بس المهندس لازم يعرف هي اتصلحت بالطريقه دي ليه. فهمت؟ هو ازاي وانت ليه. لو فهمت الحكايه دي ووصلت للمستوى ده هتقدر في اقل وقت تركب على اي فني هنا. صباح الخير يا باشمهندس ممتاز. صباح الخير يا باشمهندس يوسف. تعرفت على حسن؟ تمام تمام. وايه رايك؟ حسن خلاص بقى واحد مننا. عظيم، مش هوصيك عليه بقى. تعالى معايا يا حسن. ماشي. اتفضل. على اذنك يا باشمهندس. اتفضل.